وش قلت؟ زواج جواد طال عمرك، وش ودك منه؟ وش اقول له؟ ما يمشي مع العربان، ينسحب ويرجع رضوه. ورضوه وش ودك بيها؟ فلاح، نسيت انه رضوه هي اللي انذرتهم؟ غليص ولد رماح ما ينسى اللي بيقوم فيه. رضوه بالاول. زين، وان ما قبل وش اقول له؟ علمه ان ما قبل اقط راس ولده والفه بثوبه وارسله وبدون لسان، لانه لسان اكله انا. والله خاف يقطون راسي. اسمع 100 مره صرت قايل لك المرسال ما عليه ضيم. شلون ان كان مرسال غليس؟ انت معزز ومكرم، تروح وترجع قبل ما يصلون الشيوخ. يلا زين. والله لو ارجيك يومها حمر.